وللمزيد من التفاصيل حول تدشين الملك محمد السادس لميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين بطنجة، نتابع توضيحات الخبيرة الاقتصادية المهدي الفقير أدلى بها لزملائنا في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. مدينة طنجة تتمتع بتموقع محوري على الصعيد الجغرافي، فهي مدينة البغاز وقبلة للمستثمرين الأجانب، وكذلك الممر الأساسي ونقطة العبور الأساسية للجالية المغربية بالخارج. فبالتالي القيام اليوم بإعادة تأهيل هذه المنطقة وإعادة تثمين لهذه المنطقة الجغرافية وإعطاؤها بطبيعة الحال دفعة أخرى من أجل دعم النشاط الاقتصادي بالمنطقة، لا على الصعيد السياحي بحكم تدشين هذا الميناء الترفيهي الذي سوف يمكن بطبيعة الحال من توفير فضاء للاستجمام بالنسبة لرواد والسياح في هذه المدينة الكبيرة، ومن ناحية أخرى سوف يمكن أيضا من استثمار الثروة السمكية الهامة عن طريق خلق ميناء الصيد البحري. هذه المشاريع التي دشنها صاحب الجلالة تدخل في إطار الرؤية السديدة الرامية لإعطاء المكان التي تستحقها هذه المدينة، والتي سوف تصبح مدينة تستثمر جميع المؤهلات التي تتوفر عليها كمدينة للبغاز.